أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 17 من شهر جويلية يوليو. الليلة سننطلق من الجامعة العربية مظلة العرب وبيتهم الدائم، الأمانة العامة. الأمانة العامة منصب مهم في الجامعة. بين رغبة مصر في الاحتفاظ بها وقد احتفظت بها على الدوام باستثناء مرة واحدة إلى تونس، وأن يكون من نصيب بلد المقر باعتبار مصر هي مقر الجامعة، وبين رغبة يبدو أنها تتصاعد لدى أعضاء آخرين في الجامعة ويدفعون باتجاه تدوير المنصب، يعني أن ينتقل باستمرار من بلد إلى آخر. تقارير تتحدث عن جهود مبكرة مصرية. على فكرة أبو الغيط ما زال عنده في ولايته سنة ونصف. مصر من الآن بدأت تجهز في الخليفة. ليش مستعجلة؟ لأنها يبدو تخشى من دول عربية أخرى قد تنافسها على منصب الأمانة العامة. جهود مصرية للبحث عن خليفة لأبي الغيط، والحديث يدور تحديدا حول وزير خارجيتها سامح شكري، والرجل ما شاء الله عليه السي في مليئة بالإنجازات الحقيقة، يعني يناسب رئاسة الجامعة العربية. دبلوماسي عربي بالجامعة يقول إن مصر بالفعل بدأت مخاطبة عدد من الدول الأعضاء بالجامعة. من أجل ماذا؟ من أجل الترويج لمرشحها وليس فتح باب الترشح للجميع. تريد أن تحتفظ بالمنصب، لكن ياريت لو أنجزت مصر، يقول طيف واسع من الشارع العربي، لو أنجزت صحتين وعافية تحتفظ بالمنصب. لكن ما دام الإنجاز لهذه الجامعة العربية هزيل، فلماذا تحتفظ مصر بالمنصب؟ هي شركة بسيطة، إذا مديرها فشل يقولوا له مع السلامة. فالجامعة العربية أيضا من باب أولى أن يكون المنصب كما يقول البعض، أن يكون بالتناوب ويتم تدوير الأمانة العامة. على كل حال، لماذا هذه الرغبة المصرية في حسم مبكر لخليفة أحمد أبو الغيط والتمسك بالأمانة؟ هل تخشى من تمسك بعض الدول العربية بتدوير الأمانة، وخصوصا نقول السعودية والجزائر والمغرب وربما هناك دول أخرى أيضا؟ أين المصلحة العربية ومصلحة الجامعة بالذات؟ لأن الجامعة في عقدها الثامن ترهلت وشاخت وتحتاج تجديد. ألا يبدو التدوير، الانتقال من بلد إلى آخر، هو علاج حقيقي لضعف الجامعة وترهلها؟ نقاط عديدة سنتناولها في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية سنبقى مع تونس الليلة، لأن هناك اتفاق الحقيقة. كان رئيس تونس المنقلب يقول لن تكون تونس حارس لحدود أوروبا، لكنه عاد وأمضى على هذا الاتفاق. إذن اتفاق الهجرة مع أوروبا بعد تمنع وشعارات عالية لسعيد حول السيادة وأن تونس لن تكون شرطي لحدود أوروبا، عاد سعيد أخيرا وأمضى على هذا الاتفاق. طيب، بشكل متوازن، ماذا كسبت تونس إن وجدت مكاسب أصلا؟ لكن المهم أيضا النصف الثاني من السؤال، ماذا ستقدم في المقابل؟ الرابح والخاسر إذن من هذا الاتفاق، ولماذا تمنع سعيد طويلا ثم عاد ووافق؟ ما تداعيات هذا الاتفاق إذن على تونس؟ الاتفاق يعني علق موضوع 900 مليون يورو، وهي المساعدة المزعومة، علقها إلى حين قبول تونس بشروط صندوق النقد الدولي. يقول قائل بداهة، إذا كان المسألة مربوطة بصندوق النقد الدولي، لماذا إذن ذهبت تونس إلى هذا الاتفاق مع أوروبا وهي في النهاية لن تحصل على مساعداتها إلا عن طريق صندوق النقد؟ مساعدات متوقفة إلى حين التفاهم مع صندوق النقد الدولي. لماذا ورطت تونس بين ظفرين طبعا نفسها في اتفاق، وستضطر الآن على عكس ما قاله سعيد أن تتحول إلى شرطي لحدود أوروبا، بل وستستقبل ربما أعداد كبيرة من المرحلين من أوروبا ولن تستطيع أن تنبس ببنت شفا؟
لأنها أمضت على الاتفاق. دخول الحمام كما يقال بالعامية مش مثل الخروج منه. سنعود إلى هذا الموضوع المهم في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من الجامعة العربية والأمانة العامة التي يبدو مصر مستعجلة حتى تتأكد من أن مرشحها هو الأمين العام المقبل. أهلا بكم. منذ تأسيس الجامعة العربية عام 45 من القرن الماضي جاء اختيار كافة الأمناء العامين من مصر، وعندما نقل المقر إلى تونس عام 79 في أعقاب توقيع مصر اتفاق كامب ديفيد المشؤوم كما وصف حينها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، أصبح الأمين العام تونسيا، ونتحدث هنا عن الشاذلي الإقليبي، لكن الرجل استقال بعد عودة الأمانة إلى القاهرة عام 90. ولأن الجامعة تمثل بيت العرب ومظلتهم التي يلجؤون إليها دوريا وتحال إليها كل قضاياهم وملفاتهم وحتى خصوماتهم أيضا، فكان لابد من تطويرها وهي في عقدها الثامن وتحديث أدائها وتصويب خطاها، ليس على المستوى مستوى الأمانة العامة فقط بالطبع، بل على المستويات كافة. فالمناصب في المنظمات الإقليمية يقول المختصون لا يجب أن تكون حكرا على أحد، بل بالتداول والانتخاب، وعلى كل دولة بمرشحها أن تقدم ما يشفع لها وما ستضيفه إلى المنظمة، وأن يكون لها برنامج انتخابي واضح المعالم وقابل للتطبيق على أرض الواقع. على أن مصر التي تحتفظ بالأمانة العامة لا يبدو أنها مستعدة للتفريط في هذا المنصب. بعض المصادر أشارت إلى أن القاهرة بدأت فعلا التحرك مبكرا بشأن ملف خلافة الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط تحسبا لتحركات الرامية إلى تدوير المنصب. بحسب مصادر دبلوماسية عربية بالجامعة وأخرى مصرية، فإن القاهرة بدأت اتصالات مبكرة بشأن المنصب من دون انتظار انتهاء الولاية الثانية للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، والذي سبق التجديد له في مارس 2021، ولن تنتهي ولايته قبل قرابة العام والنصف. مصادر مصرية أشارت إلى أن القاهرة بدأت بالفعل التسويق لاسم وزير خارجيتها الحالي سامح شكري لخلافة أبو الغيط في إطار ترتيبات داخلية أوسع، بعد رصدها تحركات من جانب بعض الدول من أجل تدوير منصب الأمين العام. لا تتوقع مصادر عربية أن يكون الأمر سهلا أمام مصر هذه المرة، في ظل رغبة قوية لدى البعض في المنصب، ولن تكون المنافسة أمام القاهرة قاصرة على المملكة العربية السعودية في حال فتح الباب أمام تدوير المنصب، بل على الأرجح سيكون هناك منافسون آخرون، لعل من بينهم الجزائر والمغرب. لماذا الرغبة المصرية في حسم مبكر لخليفة أحمد أبو الغيط والتمسك بالأمانة العامة للجامعة العربية، رغم أن ولاية أبو الغيط مازال يعني على نهايتها سنة ونصف بكاملها، فلماذا الاستعجال؟ هل تخشى مصر من تمسك بعض الدول العربية بتدوير الأمانة، وخصوصا السعودية والجزائر والمغرب، وبالتأكيد هناك دول أخرى أيضا من حقها الطموح؟ أين مصلحة العرب ومصلحة الجامعة، هذه الجامعة التي شاخت أو شارفت على الشيخوخة وهي في عقدها الثامن، وكثير من جمهورنا العربي وحتى من النخب العربية ليست راضية على أدائها كل هذه العقود، فلا بد من تجديدها وبعث الدماء فيها. ألا يبدو التدوير هو الخطوة الأولى، أو لعله العلاج الحقيقي لضعف الجامعة وترهلها وهي كما قلنا في عقدها الثامن؟ سنعود للجمهور بعد قليل على كل حال للتعليق، ولكن دعوني أرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة، الدكتور لؤي بكر الطيار الباحث في العلاقات الدولية من جدة. دكتور الطيار مساء الخير. الجامعة العربية في عقدها الثامن، هل تراها باتت في أمس الحاجة للتجديد والتطوير؟
والله أول شيء أمسي عليك أستاذ صالح ومسي على المشاهدين الكرام. على أهلا بك، مساء الخيرات الجميل، أهلا فيك. طبعا شوف، التجديد مطلوب لأي منظمة، التجديد مطلوب، تحقيق الأهداف مطلوب، العمل مطلوب، ولكن قبل هذا كله إنه لا ننسى إنه دور الجامعة العربية، جامعة الدول العربية دور مهم، خاصة في التضامن العربي، في الوحدة العربية، في وحدة الصف العربي، وهذا كان واحد من الأسس اللي أسس عليها أو أسست عليها منظمة جامعة الدول العربية في العقد في 45 عام 45 اللي كان سببه هي قضية فلسطين وحل قضية فلسطين والتضامن العربي، ودور المملكة العربية السعودية كان واضح. لكن اليوم تقول لي انه 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 تطوير، نعم علي انا 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 انا, أنا ك يعني من وجهة نظري التطوير مطلوب، التطوير مطلوب بعد قرابة 80 سنة. نعم طبعا التطوير مطلوب، ولكن لا أقصد في التطوير إنه تدوير أو إنه خروج المنظمة من قاع لقاع زي ما كانوا قبل فترة يطلبوا إنه حل الجامعة الدول العربية وخروجها من مصر لدولة أخرى، عرفت؟ لا، بقاءها في مصر لأنه مصر دولة قوية سياسيا اقتصاديا، لها دور حام في القضية في جميع القضايا في دول في دول الشرق الأوسط وفي المنطقة. لكن التدوير اليوم ما هو شيء سيء، لكن على الأمين أو على الدولة اللي تبغى تجي أو تترأس أو تكون مسؤولة عن أمانة الجامعة العربية لها أهداف واضحة، وما أعتقد إنه في دولة حتكون أمينة بأمانة مصر على هذه المنظمة. طيب، هذا 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 كلام جميل، ولكن اسمح لي دكتور طيار، لعل فيه شيء من لا أقول المجاملة، ولكن يعني إعطاء مصر مكانتها التي تليق بها، وهذا محمود الحقيقة. ولكن دكتور طيار، ألا ترى معي بأن مصالح الأمة في النهاية أكبر من مصر وأكبر من إمكانيات مصر، ولا بد الحقيقة أكيد من بحث؟ أكيد. لا شوف ما نختلف، احنا لازم نتفق على نقطة انه مصالح الدول والأمة العربية هي رقم واحد. جميل. ومن هذه الزاوية دكتور طيار، من هذه الزاوية لعل في البحث عن مقاربات أخرى، أشخاص أيضا من دول مختلفين، طاقات العربية ما شاء الله يعني تزخر بها السعودية وتزخر بها الجزائر والمغرب وقطر وكل باقي الدول العربية، فالتنويع والتلوين مهم لبعث دماء جديدة في هذه الجامعة. فما المانع، وخصوصا وهذه النقطة المهمة، خصوصا أن ميثاق الجامعة لا ينص على احتكار مصر الأمانة العامة؟ أبدا 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 لا ينص، ما من ميثاق الجامعة الدول لا ينص على احتكار دولة لأمانة مجلس الجامعة أبدا، ولكن على الدولة الراغبة برئاسة أو بأمانة الجامعة أن تضع في نصب عينيها، تمام، إنه أهم الدول العربية والدول العربية رقم واحد ومصالحها رقم واحد. جميل. والأهداف يجب أن تكون أهداف لتطوير البيت العربي. كلام جميل. كما اسمه جامعة الدول العربية. ولكن ما هناك مانع، ولا أعتقد المملكة العربية السعودية من وجهة نظري لديها مانع، لأنه فعلا في وجوه شابة، في شباب، في جيل صاعد، في جيل هذا، ولكن لعله سياسة الدول لهم هو دكتور طيار، حتى الوقت الحقيقة ربما يعني أزف إن صح القول، لأنه منذ تأسيسها عام 45 الجامعة الآن في عقدها الثامن، يعني ظلت الأمانة العامة طوال هذه العقود في مصر باستثناء المرة الوحيدة التي تحولت إلى تونس عقب اتفاقيات كامب ديفيد. يعني ألا ترى أيضا بأنه أخذت مصر حقها وكفاية، ولا بد الآن
لابد إذا كان العرب أرادوا أن يطوروا من ذاتهم ويعيدوا الحياة لهذه الجامعة. وأنت تتابع معنا البرامج التفاعلية كيف يتفاعل المواطن العربي مع إنجازات الجامعة. الكل يقول بأنه إنجازات هزيلة للأسف. شوف، لو ما حست الدول العربية في ذاك الوقت قوة مصر لرئاسة أو بأمانة جامعة الدول لما كانت بقيت 8 عقود. نتفق على هذا. لا جميل. كانت في الزمانات صحيح، ولكن اليوم أنا في كلامي قلت لك اليوم التغيير مطلوب، التطوير مطلوب، الجيل الجديد بفكر فكر جيد موجود، إن كان سياسي أو اقتصادي، فيما يخدم المصلحة العربية. المصلحة العربية رقم واحد، المصلحة قضية فلسطين رقم واحد، خط أحمر، وهذا من أهم أولويات جامعة الدول العربية ومن أهم أهداف إنشاء وتأسيس جامعة الدول العربية. نعم، هو الحقيقة أنا فمن يأتي من الدول أو من أي من الدول يرغب في تنصيب وترأس جامعة الدول أو أنه كأمانة المجلس جامعة الدول، يجب أن يضع في نصب عينيه التطوير، وأن الدول العربية هي رقم واحد وقضية فلسطين رقم واحد. طيب، لو عدنا إلى مصر دكتور الطيار، على الأقل وفق المصادر التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية، مصر بدأت بالترويج لمرشحها وزير الخارجية الحالي سامح شكري. يعني هل ترى الرجل، يعني على الأقل بشكل محايد، هل ترى لديه ما يكفي في السي في الشخصي له، ما يكفي لخلافة أبو الغيط؟ شوف، أنا ما أعرف الرجل شخصيا ولا تعاملت مع الرجل شخصيا، ولكن تحليلي الشخصي لشخصية الرجل من الأخبار وغيره من هذا، أسأل الله أن يكون نعم، وأتمنى أن يكون نعم، هو الرجل يعني الكفء لهذا المنصب، وأتمنى ذلك، وأنه فعلا يكون خير خلف لخير خلف. جميل. طيب، على كل حال، المصادر التي نعود إليها كما قلت وهي تداولتها بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن 3 دول وربما أكثر الحقيقة قد يكون لها رغبة أيضا في أن تدلي بدلوها وأن تقدم مرشحها، وهذا من حقها بالتأكيد في إطار كما قلنا التطوير المطلوب بعد 8 عقود تقريبا من عمر هذه الجامعة. الدول الثلاث هي المغرب، الجزائر، والسعودية، وربما هناك دول أخرى. الأمانة العامة الحالية السيد أحمد أبو الغيط تبقى في ولايته تقريبا 1.5 سنة. متى برأيك يبدأ المزاد إن صح القول، متى يبدأ الحديث حوله بشكل رسمي طبعا وفعلي فيما يتعلق بالتجديد للأمانة العامة، ومن سيتولى هذا المنصب؟ أنا أتوقع في مع بداية السنة القادمة الميلادية أتوقع سيبدأ، ستضح الرؤية للجميع على الربع الأول من السنة، سيتضح للجميع من المرشح الأنسب لهذا المنصب، إن كان مصر أو إن كان السعودية أو إن كان المغرب أو إن كان الجزائر. فما أتوقع قبل هذا يعني، بس الآن اللي في الإعلام واللي ظاهر إنه هذول هم الدول اللي رشحوا هذا، ولكن فعليا ويعني حركيا حيكون على الربع الأول من السنة. جميل. أختم معك سيد الطيار بموقف شخصي. طبعا أنا أعرف بأنك في النهاية ربما بعيد عن صنع القرار في المملكة، ولكن كموقف، كمواطن، كأحد يعني الشخصيات المعروفة في هذه المنطقة، هل تؤيد أن السعودية تقدم مرشحها للأمانة العامة في الدورة المقبلة؟ لما لا؟ ليش لا؟ أنا ما قلت لا السعودية لا، ولا قلت لقطر لا، بالعكس الأنسب والأجدر سيحصل على الكرسي. جميل جدا. الممثل الأنسب والأجدر سيحصل على الكرسي. ليش لا؟ إن كان يعني أنا أتمنى إنه إذا كان من السعودية و
وأتمنى إن كان من قطر، وأتمنى إن كان من الجزائر أو المغرب، ولكن في الأخير الأنسب سيحصل على الكرسي. بالضبط. الدكتور لؤي بكر الطيار الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من جدة بالمملكة العربية السعودية، نشكرك جزيل الشكر. إذن ضيفنا يقول أهلا، قدم السي في، كل شخصية يعني تترشح تقدم السي في الخاص بها ويتم التصويت، وهذا الحقيقة ربما يكون على الأقل وفق العديد من الرؤى أنه هو المدخل الحقيقي للتطوير، أنه دمقرطة المناصب في الجامعة العربية تنتخب وبشكل شفاف وكل دولة تدلي بدلوها وعدم الاحتكار، لأنه احنا نتحدث دائما على التطوير ويبقى منصب الجامعة في بلد واحد لمدة تناهز 80 سنة باستثناء مرة واحدة انتقل إلى تونس، وين التجديد؟ وين؟ ثم ماذا صنعت أنت حتى يبقى المنصب في بلد واحد طيلة هذه العقود؟ ليس تقليلا من شأن مصر، لا والله، لكن يا أخي العالم يتطور من حولنا، العالم يتطور بسرعة، فليش نحن متكلسين إلى هذا الحد؟ وما رأيكم أيضا في أن مصر يعني ما تزال مصرة أنه يستمر المنصب وتحتفظ بالمنصب من الآن؟ مصر قبل سنة ونصف لأنها اشتمت يبدو رائحة هنا وهناك، كما تقول هذه المصادر التي لدينا، اشتمت رائحة رغبة لدى بعض الدول في تقديم مرشحين لها، فبدأت من الآن تريد أن يعني فقط تحرج هذه الزعمات، تروج لمرشحها وزير الخارجية الحالي سامح شكري. للسائل أن يسأل هل هناك ملفات وزير الخارجية المصري نجح فيها في المنطقة؟ لا يبدو أنه لديه نجاح كبير الحقيقة في الملف الليبي، بل بالعكس تورطت مصر في قصف ليبيا ودعم المتمرد الأكبر خليفة حفتر. هل نجحت في الملف السوداني؟ ليس بعد. هل نجحت في الملف الفلسطيني؟ ما تزال المصالحة المنشودة لم تتحقق بعد. إذن ما هي النقاط الإيجابية في السي في الخاص بسامح شكري حتى يرشح لأمانة الجامعة العربية؟ يتساءل البعض. أنا والله أطرح بكل توازن وموضوعية. طيب نبدأ في استقبال المشاركات. نور الدين مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. مساء الخير خويا صالح. يا هلا بيك. وأخي صالح أنا أقول لك بأن راكين امتيازات تما في الجامعة العربية، عرفتي راكي تخلصوا الدولار الموظفين تما في الجامعة العربية، راكي تخلصوا الدولار صحيح، والآلاف ديال الموظفين تمايا وتضامنوا تضامنوا. أنا أحب مصر، ولكن لا خصنا نغيروا شي شوية على المغرب العربي، تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا والمغرب، ما كاينش، ما عندناش حنايا حتى حنايا النخبة وعندنا رجالات سياسة، لا خويا حنا بغينا نبدلو، ما عطات والو مصر. وسامح شكري قبل منه عمر موسى أبو الغيث، أنا ما عمرت مشى ليا نهار قال على إخواننا في غزة اللي دخل قسم لي ورجلو، هذا يصلح أمين الجامعة العربية هذاك أبو الغيث. طيب هل تدعو بلدك المغرب لتقديم مرشحها؟ يقدم. أنا مع واحد القضية عندي، أنا كمواطن مغربي تنشوف مثلا المغرب العربي قدم مرشح، شوية عاوتاني الجزيرة العاد تقدم، شوفوا شكون اللي غيعطي، نشوفوا شكون اللي غيعطي. أما بس قضية أنا في مصر راه تما كاين الاموال، انا سمعت واحد المفكر قال لي ما صاحبي تيضامنوا بعضياتهم وتيدخلوا الجامعة العربية الموظفين المصريين، كاين الدولار تما، وشكون اللي تيدعم؟ السعودية والامارات بغات تبقى في مصر. شكرا لك، دعنا نبقى في الامانة العامة، شكرا لك نور الدين من المغرب، اشكرك. دعنا الان في التمويل وما الى ذلك، نبقى في قصة الامانة العامة ورأي الجمهور في هذه النقطة لانها نقطة في غاية الاهمية. عز الدين مساء الخير. غادرنا عز الدين. طيب محمد من الجزائر، طيب يبدو فقدنا محمد أيضا، ياريت لو يعيد الاتصال. ننتقل ليوسف مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي الجامعة العربية أبو الغيث المسكين، ماذا سيفعل أبو الغيث المسكين؟ الجامعة العربية تحكم فيها الإمارات والسعودية، يريدون ما يريدون يفعلونه، ماذا يحكم أبو الغيث مسكين؟ الإمارات والسعودية هي التي تحكم في الجامعة العربية،
فلماذا رجعوا الجامعة العربية بشار الأسد للجامعة العربية؟ والله العظيم لا عار عليهم أن يرجعوا حقوق الأطفال والنساء وتعترف والنظام الجزائري يقول أن بشار الأسد ولو قتل شعبه بالكامل يجب أن يعود إلى الجامعة العربية، ولو قتل شعبه بالكامل وحزب الشيطان في لبنان وإيران. طيب والله العظيم لا عار عليهم أن الجامعة العربية لم تفعل أي شيء عندما رجعوا بشار الأسد إلى الجامعة العربية. هذا يجب أن يحاكم وأن تكون الحرية والديمقراطية في جميع الدول العربية. كما قلت البارحة نحن الحرية والديمقراطية والجامعة العربية يجب عليها أن تساهم في الحرية والديمقراطية في جميع الدول العربية. السلام عليكم. شكرا لك يوسف، أشكرك. أم هيثم تقول عن طريق الواتساب: لقد وعدنا أحمد أبو الغيط بتحويل الجامعة العربية من مفعول بها إلى فاعل، ولكن أخطأ في حساباته، فهي أصبحت عبارة عن فعل ماضي مبني المجهول بلا قيمة أو معنى للإعراب، وتعود لضمير الغائب الذي يغط في سبات عميق ويتحكم فيه السيسي كما تقول أم هيثم. صوفيا الحسيني تقول: لماذا يبقى منصب أمين عام الجامعة العربية حكرا على مصر؟ وكأن وزراء خارجية مصر يأخذونها بالوراثة، الخوف أن يتم تعيين سامح شكري فيقوم بدعوة دولة الاحتلال لتصبح عضوا فاعلا معهم. لا بل يتم تعيين أمينا عاما صهيونيا يتحكم بعضوية الدول العربية، تقول صوفيا الحسين. لا نريد في تعليقاتنا أيضا أن نقترح أو أن نعرض افتراضات بعيدة جدا، يعني أنا مع التعليقات ويكون فيها جانب من النكتة وجانب من الجد، لا أنا لست ضد ذلك يعني، لكن لا أريد أن نذهب بعيدا الحقيقة في توقعاتنا أحيانا فتسيء للمشاركة نفسها. رجاء أن الجمهور يفهمني فيما أعنيه. يعني عبد العظيم من الأردن يقول: أتمنى أن تغلق الجامعة العربية أو تغلق وتوزع نفقاتها على الفقراء، لأنه لا مصلحة عربية في هذه الجامعة. أنا عندي موقف في هذه النقطة الحقيقة، وقلته في حوار مع بعض الزملاء ولا أفرضه طبعا ولكن أعرضه أمامكم. قصة أنه البعض يدعو إلى إغلاق أو حل الجامعة العربية، يا جماعة الخير سأكرر فقط نقطة يعني ذكرتها لأحد الزملاء: إذا عندك سيارة جميلة وأنت لا تستطيع أن تقود هذه السيارة، فلا يعني أنك تروح تخرب سيارتك، روح أنت تعلم السياقة. أو إذا عندك معبد أو مسجد وأنت دعائك لا يستجاب، روح أنت قوم نفسك، لا يعني أن تهد المعبد. فيا جماعة الخير الجامعة العربية الخطأ مش منها، الخطأ منا. نحن من نذهب إلى الأمانة الجامعة ونملأها حوارات وقمم وضجيج وما إلى ذلك. فإن أفلحنا أفلحت الجامعة، وإن لم نفلح الجامعة لا تأتي بأشياء من السماء. ليش تحل الجامعة؟ هذه أسرة، هذه مظلة عربية يجب أن يتم المحافظة عليها، ولكن لا بد من تجديدها، نعم، لا بد من تطويرها، نعم، لا بد من بعث الروح فيها، نعم، لا بد من شد هممها، نعم. لكن أنك تقوم بحلها، هذه مصلحة صهيونية. المحتل الإسرائيلي يريدنا أن نتباعد، يريدنا أن نصبح جزر، كل دولة عندها جامعتها العربية. هذا ما يريدنا المحتل الصهيوني وبعض القوى الغربية المتآمرة. فلا تدفعكم العواطف. نعم الجامعة العربية صحيح قد تكون هزيلة، قد يكون أدائها تافه للغاية كما يرى البعض بالطبع، لكن لن نذهب إلى حلها أو دفنها، بل نسعى إلى إحيائها وإعادة تصويب خطاها ورفع هامتها. هذا هو المطلوب. شو حلها وشو بديلك؟ تروح تمد إيدك للصهاينة؟ محمد مساء الخير. ألو محمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. قول لي الجامعة العربية هذه محمد ديك وجدات داكور لا بخوميير شوز، إلى دوزيام شوط لازم لها إصلاحات. هذه علاش غير في مصر؟ بوركوا؟ علاه الجزائر مجدولة؟ علاه تونس مجدولة؟ علاه المغرب مجدولة؟ علاه سوريا مجدولة؟ علاه هذه الدول لازم تتبدل. فهمت؟ لازم لنا شوية كما قلت البعض ديمقراطية، لازم لنا شوية ديمقراطية على غير مصر. ويقول لك القوة في مصر، أنا نشوف مصر هي الدولة الفاعلة في العرب.
شوف ما نشوف والو من مصر، انا ما شفت والو من مصر. قتلوا صدام، دخلت روحها الجامعه العربيه. شكرا لك، اشكرك محمد، وصلت الفكره. معنا ايضا محمد ثاني من فرنسا. محمد مساء الخير. يبدو فقدناه مره ثانيه محمد، على كل حال بامكانه اعاده الاتصال. ننتقل الان لعبد الرحمن، مساء الخير. صلاح تفضل، مساء الخير. تحيا لك استاذ وقناه الحيوان. بالنسبه للجامعه العربيه يعني من المنظور ديالي يعني خصها تبقى من حيث المقر ديالها والاداره ديالها خصها تبقى في مصر. علاش؟ لان مصر تاريخيا مرتبطه بالقضيه الفلسطينيه، ومصر اقرب الى فلسطين واقرب الى اهل فلسطين، ثم عندها التاريخ مع فلسطين. هذا من ناحيه. وثم حتى الدول العربيه اللي غادي يعني تاخذ المهمه ديال الجامعه العربيه، جميع الدول العربيه عندها الازمات الداخليه ديالها، وعندها حتى عندها الازمات الحدوديه. وثم حتى اذا كانت الرئاسه ديال الجامعه العربيه هذا متفق معه انها تكون يعني لمن له الكفاءه من الدول، كاين المغرب، كاين الجزائر، هادو بعدا، وكاين حتى السعوديه. فانا ارشح السعوديه والمغرب، السعوديه والجزائر ثم المغرب. هذا من حيث الرئاسه. اما المقر او التناوب او الانتقال من بلد الى بلد، في نظري يعني ومنطقيا خصها تبقى في مصر، لان مصر مرتبطه بالقضيه الفلسطينيه. وشكرا للدكتور صلاح. شكرا لك عبد الرحمن. اذا عبد الرحمن عنده مقترح، يقول لك يعني المقر فليبقى في مصر، أما تدوير الأمانة فلا يراه مشكلة بل مطلوب. يقول يعني أشار إلى السعودية والجزائر والمغرب وغيرها. عز الدين عاد إلينا، مساء الخير. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام. والله يا أستاذ صالح ما هوش المشكل في المقر ولا الأشخاص، المشكل في هذه الجامعة، هذه الجامعة العربية. هذه الجامعة العربية منذ ما تؤسست ما عندها حتى قرار ولا حتى نتيجة سجلتها في التاريخ. عندها أعلى ما يخرج منها تنديد، هذا ما كان. هذه الجامعة، هذا أبو الغيط في الندوة الصحفية الأخيرة في قمة الجزائر في أول نوفمبر، قالها جامعة الدول العربية أسست على أساس التنسيق بين الدول العربية، والانضمام إلى جامعة الدول العربية تنضم عليها دول وليس تنضم إليها الشعوب والحكومات. جميل. هذه تمثل دول ظالمة، هذه الدول اللي راهي تحكم في الأمة العربية. وإذا رأيت الاجتماعات تاعها تكون اجتماع لوزراء الداخلية، هذا تنسيق أمني، هذا ما كان. جميل. أنا أقول لك في تسقيق السي صالح، كان أبيات شعرية هايلة. لا لا دعني من الأبيات الشعرية عز الدين، شكرا لك. عز الدين من الجزائر أرجوك، يعني دائما تتحفنا بأبيات شعرية وما عندها علاقة بالشعر، مع كل الاحترام والتقدير لك طبعا. أنا أرحب بمشاركتك لكن لا نريد الحقيقة أن 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 ننزل بمستوى الشعر. أعطيني أبيات شعرية حقيقية سأرحب بذلك. أبو رجاء مساء الخير. أخي صالح، يا أهلا بك. أريد اليوم أن أكون أكثر جدية وأقل تهكما مما دائما اتصالي تهكمي على جامعتنا العربية. جميل. أخي صالح، أيوة. إحنا جامعتنا اليوم عندها ثلاثة أرقام قياسية. الرقم الأول أنها أقدم منظمة عالميا. ثانيها انها المنظمه الوحيده التي تمكن ان تدخل ارقام جينيس على انها لمين عامها من دوله واحده باستثناء واحد كما قلت سنه 79. ثالثا انها للاسف الشديد لم تفعل اي شيء، ليس لها اي مردود. هذا كلام الذين يحبونها. طب دعنا ابو رجاء نسال السؤال بالمقلوب حتى لا يقول بعض المصريين اني الليله انحاز ضد مصر. طيب لماذا لا تبقى الامانه العامه في مصر؟ لما لا؟ اسمح لي، شفت هذا الجواب سأرد عليه بطريقه اخرى. هو من المفروض ان لا يكون الامين العام من نفس الدوله التي فيها المقر، لماذا؟ لان الدوله التي فيها المقر دائما لها اشياء على الامين العام الذي يسكن بها يجادلها حتى تدخل له في كثير، وربما يخضع لرئيسها كما يقول البعض، كما يخضع ابو الغيط الان لعبد الفتاح السيسي. على كل حال هذا يقوله الجمهور وليس كلامي طبعا. استاذ هذا اقوله انا من الجمهور، واقول هذا ويقوله السيسي نفسه. الامانه العامه للجامعه العربيه هي مصلحه في وزاره الخارجيه المصريه. المفروض ان تكون لما يعين وزير خارجيه في مصر يقول له وزير الخارجيه والامين العام المنتظر للجامعة العربية. هذا الشيء مفروض منه يا أخي. أنا الذي نتكلم معك عندنا رئيس وزراء سابق هناك في الأمانة العامة،
اسمه محمد امين واللقيق، والله يفرح لها اكثر مما يفرح لها الاخر الشديد الشيبه. هذا المفروض ان هذه القضيه كما قال قلت انت وقال احد المتدخلين ان العيب فينا، يعني العيب من من الرؤساء ومن الملوك العرب، هم الذين يمكن ان يفعلوا هذه الجامعه. لكن اقول بان مصر ام الدنيا حاجه عاثره في طريق النهوض بهذه الجامعة، وعيب على مصر أن تكون جامعة على أرضها وتكون تسمى بالجامعة العربية وأن لا يكون لها أداء، خاصة وأن أمينها العام دائما هو مصري. كايدي بغليبي هذا استثناء من كم أمين عام، هي الحين صارت لها 100 سنة، مرة واحدة أمين عام من تونس. يا أخي المفروض من الأخوة المصريين أن لا ينظروا إلى ما تقولها أنت أو يقولها أنا أو يقوله أي مواطن عربي على أنه ضدهم، لا بالعكس، نحن نرجو من مصر كدولة ومن رئيسها كزعيم عربي أن ينهض بهذه الجامعة أو أن يتركها تذهب إلى أي دولة عربية أخرى، هي جميل. بإمكانها أن تقوم بدورها من أي جامعة أخرى، من أي عاصمة أخرى. شكرا. شكرا لك أبو رجاء، وصلت الفكرة. خالد من الجزائر. مساء الخير أخي صالح. مساء الورد. تدوير الأمانة مطلوب في الجامعة العربية ويبقى المقر في مصر، يعني على شكل مقر. طيب لماذا مطلوب تدوير الأمانة؟ لابد من مشاركة كل الدول، ولكن ما زال ما كملتش الفكرة. فهي لا تختلف عن البرلمانات العربية، تجرى فيها انتخابات أو غيرها، ولكن السلطة تعرف من تنصب. هذه الجامعة العربية عندنا احنا تشبه البرلمانات العربية. ما هو الموقف اللي يقوم به البرلمان؟ يعني سلطة تشريعية فعلا، ولكن هو لا يشرع، السلطة التنفيذية هي اللي تتحكم فيها. الجامعة العربية هذه تحكم فيها مصر، إذا أخذينا بغض النظر عن الفترة هذه الأغلبية، يعني الفترة التي حولت فيها إلى تونس، ولكن تبقى ما عندهاش دور، ما عندهاش صدى في العالم العربي. ما هو المشكل؟ يعني الجامعة التي لا تستطيع أن تندد بوحشية إسرائيل وما تقوم به، ماذا ننتظر منها أن تكون؟ ولهذا يا خالد، ولهذا نطرح الليلة موضوع الأمانة ومصر. الحقيقة بدأت من الآن تسارع للاحتفاظ بالأمانة العامة، وما زال في عهدة أبو الغيط سنة ونصف. ألا ترى بأن رئاسة الجامعة إذا ما تم تدويرها والبحث عن كفاءات وشخصيات شابة وعقول جديدة، ربما يتغير هذا السقف الذي عهدناه من الجامعة، ندين ونندد وما إلى ذلك، ربما تتغير حتى الصياغة، ألا ترى ذلك؟ في الوضع الحالي مع هذه الأنظمة الاستبدادية التي لا تستطيع أن تقول للأسد أنك أجرمت، ولا تستطيع أن تقول لحفتر أنك أجرمت، ولا تستطيع اللي تقول البرهان أو أعمدتي أنكما أجرمتما في حق الشعب السوداني. هذه وما كان يحدث في إثيوبيا للمسلمين من اضطهادهم، يعني واضطهاد المسلمين في مناطق كثيرة من العالم. لا نستطيع أن نبني عليها مستقبل للأجيال القادمة. للأسف هذه أنظمة. شكرا لك خالد على كل حال. شكرا لك خالد، أشكرك. الأنظمة كما يقول خالد متحالفة مع الغرب، ولكن أحيانا في مسار الأمم لا يوجد أمامها خيار غير المحاولة يا عزيزي، وليس النوم والجلوس والقول والله نحن فشلنا وقدرنا الفشل فنجلس ونبقى نتفرج عليها الجامعة. لابد من المحاولة، لابد من بعث دماء جديدة، ولابد من الثقة في المستقبل. لا أدري إذا كان خالد يختلف معي في هذه النقطة. لابد من بحث عن كفاءات أخرى، الأمة مليئة بالكفاءات. يعني إذا واحد يقول لي ما في كفاءات في الأمة يسمح لي، أنا أختلف معه طولا وعرضا في هذا البرنامج. لابد أن نصل إلى هذه الكفاءات ونعطيها المشعل. أنا لا أرى مانع أنه يتولاها شخصية مهمة محترمة وكفاءة عالية من السعودية،
أو من قطر أو من الجزائر والمغرب وتونس وغيرها وباقي الدول العربية، البحرين، الكويت، أو من العراق. ليه؟ نريد فقط شخصية قوية لا تخضع لأحد، لا يتم ابتزازها، مشهود لها بالكفاءة ومشهود لها بالنزاهة. مش يجينا واحد عاد يصير ياخذ في المساعدات من تحت الطاولة، تجيه الأموال ويغض الطرف على هذه الدولة ويجامل هذه الدولة. نريد أمين عام جامعة عربية مستقل تماما. للأسف، لأن المال العربي أفسد كثير من هذه المؤسسات. هل بيننا شخصية تتوفر فيها هذه الشروط؟ أنا على ثقة من ذلك، فقط علينا البحث. طيب، نرحب بضيفنا الثاني في هذه الساعة، الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق من القاهرة. دكتور الأشعل، مساء الخير. الأمانة العامة هو حديثنا الليلة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في ظل تقارير تتحدث عن أن مصر بدأت من الآن قبل نهاية عهدة أبو الغيط الحالية، وهي بعد سنة ونصف، بدأت مصر من الآن تسعى للدفع بمرشحها وزير الخارجية الحالي سامح شكري. دكتور الأشعل، ألا ترى بأنه ربما حان وقت التدوير لهذا المنصب بين العرب؟ يبدو فقدنا ضيفنا، نعود إذن للاتصالات. محمد من الجزائر، مساء الخير. محمد، طيب، قبل محمد من الجزائر، عاد إلينا ضيفنا الآن. أرحب به مرة ثانية، دكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق من القاهرة. دكتور الأشعل، مساء الخير، وإن شاء الله يكون الصوت واضح الآن. الحمد لله تمام. أهلا بك. طيب، كنت سألتك دكتور الأشعل، هل ترى أنه حان الوقت الآن، والجامعة العربية في عقدها الثامن، حان وقت تدوير الأمانة العامة من باب التجديد وبعث دماء جديدة في هذه الجامعة؟ شوف يا أستاذ صالح، لكذا نهرس البحر. اللي انت عايز أمانة عامة قوية، وعايز إيرادات عربية مستقلة، وعايز ديمقراطية في المنطقة العربية. إنما الجامعة العربية تعكس الحالة العربية تماما، وحتى لو عثرت على شخص مستقل ومتربي ومثقف وعروبي، لن تترك الدول العربية هذا الأمين العام يتصرف وحده، وإنما تأتيه تعديلات علشان يعكس انتهاء العقد العالم العربي. طيب، إذا جاء هذا الشخص الذي يتميز بالكفاءة والنزاهة ومشهود له بالشهامة أيضا والدفاع عن قضايا الأمة، فلينشر الغسيل على الهواء في أمانة الجامعة بدل المجاملات وربما الخضوع لهذه الدولة أو تلك. ألا ترى معي دكتور أننا نحتاج إلى شخصية قوية، والحال أن الجامعة العربية بعد 8 عقود تقريبا لم تقدم الكثير لهذه الأمة؟ حتى لو تأثرت هذه الشخصية لن تجمع عليها الدول العربية، إنما الجامعة العربية راح تجي الدكتاتوريين العرب وتجي الدول الحربية وهم يقتلون وهم مطرحين. وبالتالي لا يمكن في هذه المواصفات ويتم انتخابه أمين عام الجامعة العربية. لا بد أن يكون مطواعا، ولا بد أن يكون مليا بنفس التعليمات العربية. طبعا دكتور، تواجهنا مشكلة في الصوت، في تشويش في الصوت، ولكن على كل حال سنحاول نواصل معك، ربما يتحسن أكثر. أنت قلت بأنه حتى لو كان أمين عام الجامعة المنشود شخصية مهمة ومشهود لها بكل الكفاءة والنزاهة وغيره، ستحاول الدول العربية ربما يعني تطويعه أو إغراءه. طيب، ما السبيل إذا كان هذه العقبات موجودة؟ ما السبيل لتطوير هذا البيت العربي؟ وهنا أختم معك.
الترشيح هو أميرا عاما ولم تنتخبوا. هي تشترط في الأمين العام مجموعة صفات مش موجودة في الميثاق في الجامعة العربية. مجموعة صفات أن يكون مطواعا وأن يراعي تبعية الدول العربية للولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي لا يمكن أن تحصل على أمانة عامة مستقلة ما دامت الدول العربية مرهونة إرادتها لدى إسرائيل وأمريكا. يعني شخص مثل حضرتك دكتور الأشعل، وأنا هنا لا أزكيك ولكن عهدناك دائما صاحب مواقف صريحة وجريئة، هل الدكتور عبد الله الأشعل لا يمكنه مثلا أن يكون بديل لأبو الغيط مثلا؟ يستطيع أن يكون بديلا لأي حد، لكن الأشعل لن ينتخبه الدول العربية. الله أكبر. الدول العربية مش عايزة الأشعل، عايزة أبو الغيط. عايزة أبو غيط ثاني. طبعا. طيب في أقل في نصف دقيقة دكتور لأن الوقت انتهى، يعني ماذا تقترح بعجالة لتحريك الدماء المتجمدة وهذه المياه الراكدة في الجامعة العربية؟ أعطيني اقتراح الآن ربما لم نعرضه في هذه الحلقة. شوف، الدول العربية أولا مصر تقوم مرة أخرى لكي تكون قائدة المنطقة العربية، وما دامت مصر تحت أرجل الدول العربية الأخرى وهذا زمن خليج، وبالتالي لا يمكن. تذكر أن الجامعة العربية كانت امتدادا لوزارة الخارجية المصرية عندما كانت مصر في المقدمة وحتى بالشعارات، لكن كانت مصر تخيف الدول العربية الأخرى. صحيح العلاقات الدبلوماسية كانت مقطوعة مع معظم الدول العربية أيام عبد الناصر، لكن الدول العربية كانت تخشى مصر. وبعدين تدبير منصب الأمين العام ده اقترحته الجزائر من عدة سنوات، ولكن مصر متمسكة بهذا الجانب الشكلي، لأنه الأمين العام أن يكون مصريا أو لا يكون لا 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 يمكن أن ينتج أثرا كبيرا في الموضوع. القضية مش قضية الأمين العام، القضية قضية إرادات الدول العربية. حتى لو جبت أمين عام محترم جدا وعنده شخصية مستقلة وانتخبت الدول العربية لكي يصلح الجامعة العربية، فسوف تعطيه الدول العربية تعليمات حتى يمكن أن يسير ينفذ السياسة العربية. إذن المشكلة كما يقول ضيفنا هي في ربما الدول العربية فرادة والسيادة ومستوى الديمقراطية ربما الذي سينعكس على حال الجامعة العربية. الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق كنت معنا من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر. أعود لبعض المشاركات في نهاية هذه الساعة. عبد الكريم من الجزائر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. والله يعني هذا الطرح الموضوع هذا يعني مثل ما يقال يعني في الوقت جاء في الوقت بدل الضائع أو الضائع يعني أحسن تعريف. نعم. يعني في الحقيقة الجامعة العربية يعني نشأتها كانت هي تحرير الأوطان العربية اللي كانت مستعمرة آنذاك ومنها الجزائر يعني. وشخصيات اللي كانت موجودة آنذاك لعبت دور على رأسها جمال عبد الناصر، يعني كانت شخصيات يعني تفرض، وفيصل وغيرها من الرجال. لكن لما جاء حرب الخليج أو دخول يعني احتلال يعني صدام حسين الكويت، يعني هناك وقع انقسام، ثم بقت يعني القضية المركزية هي فلسطين. لي كل الدول العربية مطبعة يعني، يعني قضية مبقاش قضية أمان يعني. يعني الأشخاص اللي يتكلموا يعني مقاسين يعني ما يتركش يعني كيف واحد مع سوريا أنها ترجع والآخر لا وهكذا، إنما مبقاش قضية الدول العربية الآن. هل عقد اجتماع طارئ؟ دعت له دعوة دولة من الدول العربية يعني؟ طيب عبد الكريم، يعني عبد الكريم وأنت ربما نعم. فقط لأن الوقت ضيق، لأنك تحدثنا من الجزائر، أنا أسأل عندما نفترض الآن أن الأمين العام للجامعة المقبل مثلا شخصية جزائرية معروفة سياسي معروف، هل ترى ذلك سيغير كثيرا في أداء الجامعة؟
أنا أدعو الجزائر أنها لا تترشح وتحافظ على كرامتها أحسن ما تكون أي دولة. الدول العربية كلها مطبعة ومقسمة من قات مصر، لأن مصر لماذا الفلسطين إخواننا الفلسطينيين لما تكتر عليهم الضربات أين يلجأون؟ يلجأون إلى مصر، المفاوضات في مصر، الفلسطينيين سواء حماس أو غيرها من اللي راه يرفع عليهم الضغط. مصر في جنين، هي فضائح. يعني القضية هذه يا أستاذ ما هيش قضية الآن، قديما صح. أستاذ عبد العزيز بالقادم هو الذي كان وزير الخارجية أنذاك، هو اللي طرح قضية التدوير، لكن الآن ما بقاش التدوير، بقى الانكماش. طيب يعني إذا كان الموجة، إذا كان الموجة يا عبد الكريم بكلمة واحدة، إذا كان الموجة الآن هي لتركيع هذه الأمة، يعني هل ننساق مع هذه الموجة أم نسير عكس الموجة وندفع بإعادة إحياء الجامعة العربية وإعادة رفع سقف هذه الأمة؟ يعني وكأني بك تقول ما دام العرب مطبعون فعلينا أن ننساق في هذا الاتجاه. أنا يعني صححني إن أخطأت. أنا لم أقول ذلك. لا لا صححني إن أخطأت طبعا. أعطيك مثال بسيط. هناك بعض الدول تعتبر بأن حفتر ليبي ومن حقه، وهناك من تريد دول أخرى تتدخل. إذن وفي سوريا كذلك، كيف دولة دمرت من أجل سقف يبقى وعاود يرجع؟ من هي الدول؟ منها الجزائر. إذن أنا لا يعني وغيرها، والتطبيع هو لا. النقاط التي أشرت إليها في غاية الأهمية مهمة جدا، شكرا لك عبد الكريم من الجزائر. نعم هناك نقاط يختلف فيها العرب، ولكن فليكن التصويت داخل الجامعة هو الفيصل. كلام عبد الكريم مهم جدا. نعم يختلف العرب أحيانا على عودة بشار من عدمها مثلا أحد الملفات، ولكن كله بالتصويت. لكن عندما تكون أمانة عامة جديدة ربما تكون قادرة على أنها تتعامل بجدية مع كل هذه الملفات وتعطي فرصة للتصويت. البعض يرى بأنه أبو الغيط لأنه موجود في مصر يخضع للنظام المصري، ولأنه ضعيف شخصيته كما يقول بعض جمهورنا، وبالتالي يخضع لبعض الدول الخليجية النافذة بما لديها من رز خليجي. على كل حال بعيد عن كل هذا، التجديد مهم في حياتنا، فما بالك في جامعة العرب العتيدة وقد مضى عليها ما يقارب 80 سنة. التجديد في حياتك الشخصية، في بيتك مهم، في علاقتك مع أسرتك مهم، فما بالك في الجامعة العربية؟ بهذه الكلمة أختم. أدركنا الوقت والله وظلمت جمهورنا على الواتساب اليوم، أنا أعتذر منهم جميعا. توفيق يقول الممارسة الديمقراطية في بعدها العربي تقتضي حتما تدوير المنصب. موسى نصر من الأردن يقول الجامعة العربية وجودها كعدمه، وجهة نظره على كل حال. عبد الكريم زياتي من المغرب يقول جامعة الدول العربية هي غثاء كغثاء السيل. أنا أختصر جدا لأن الوقت انتهى تقريبا. الصنهاجي يقول الجامعة العربية شيء ثقيل لا يستطيع حمله إلا مصر. الهاشمي من السعودية يقول المفروض إصلاح وتحديث ميثاق الجامعة العربية بدلا من اهتمام الدول بمنصب الأمانة العامة. ناصر المجدوب من طرابلس يقول الجامعة العربية لم يبقى منها إلا المعنى، أما الفعل فهي مفرقة وليست جامعة. أشكر العربي من فرنسا، عبد القادر من المغرب، حسن العماري، وأسماء كثيرة أخرى أمامي الحقيقة. عبد القادر من المغرب وآخرين أشكركم جميعا، ولكن اعذروني هذا ما سمح به الوقت. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة. سأحاول الاختصار قدر الإمكان. الخبر الأول من مصر، مصرع 8 مواطنين في انهيار عقار مأهول بمنطقة حدائق القبة. لا أدري لماذا هذا الخبر لقي تفاعل كبير الحقيقة، ربما لأنه مثل هذه الحوادث تتكرر في مصر. لقي 8 مصريين مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق في أحد شوارع عزبة مكاوي الشعبية بمنطقة حدائق القبة شمال العاصمة القاهرة. إلى فلسطين، قطعان المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى ويحرقون مركبات ويخطون شعارات إرهابية قرب القدس. اقتحم 10 مستوطنين باحات المسجد الأقصى، ككل يوم طبعا يفعلون هذا الإرهاب وهذا الإجرام. اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال. كما أقدم مستوطنون متطرفون على إحراق 4 سيارات في قرية أبو غوش قرب القدس، وخطوا على جدران القرية شعارات إرهابية لتدفيع ثمن 30 يوم لقتل
إداري هذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي في أبو غوش. إلى المغرب الآن، تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في الرباط وتل أبيب تصف الخطوة بالتاريخية. ونزيد يعني لهذا الخبر خبر عاجل قبل أن نبدأ هذه الحلقة، المحتل الإسرائيلي أرسل رسالة رسمية للمغرب يعترف للمغرب بمغربية الصحراء. تصور أنت محتل صهيوني يحتل أرض أخرى، أرض عربية، يعترف لك أنت بمغربية أرضك. مين هو حتى يعترف لك أنت بمغربية أرضك؟ والرسالة الآن متداولة، وأنا لا أستبعد ربما أن المغرب يعلن قمة النقب هذه الآن يحدد موعدها، لأنه جاءه الخبر اليقين الآن من تل أبيب. من هي تل أبيب؟ كيان محتل مجرم يعترف لي أنا المغرب العظيم بمغربية صحرائي، والله هزلك. أنت متأكد أنه أرضك هذه؟ ليش تستنى أن يعترف لك بها المحتل الصهيوني وهو يحتل أرض عربية؟ مهازل والله حتى أن يتناول هذا الخبر، لكن الله غالب، هذا واقعنا. عين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاحتلال شارون إتاح كأول ملحق عسكري في المغرب في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين المحتل الصهيوني والمغرب. لاحظ، والجرائم الإسرائيلية في فلسطين متواصلة بشكل يومي. أنتقل إلى ليبيا. طرابلس تعلن إنقاذ مهاجرين في الصحراء قرب الحدود مع تونس، وهناك روايات الحقيقة أن بعض هؤلاء جاءت بهم السلطات التونسية ورمتهم في الصحراء وتركتهم بلا ماء ولا غذاء، وفق روايات بعض هؤلاء المهاجرين. أنتقل وأختم بالعراق. ضبط أول مصنع لإنتاج الكبتاغون في جنوب البلاد، والحقيقة هذا يكشف ربما من أين يأتي الكبتاغون، هذا الذي يعني يحاول غزو الأردن والخليج وتحديدا السعودية. الآن اكتشفنا مصنع لإنتاج الكبتاغون في جنوب العراق، ولعل هناك مصانع أخرى طبعا في سوريا وغيرها. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل نتحول إلى تونس. سلطة الانقلاب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية. أي مكاسب يمكن الحديث عنها لتونس، وأي التزامات في المستقبل بالنسبة لهذا البلد المنهك سياسيا واقتصاديا؟ نعود لهذا الموضوع بعد قليل.